كيفية سحب توكنات جولد سبليت من لوحات التحكم. الخطوة التالية بعد شراء سبليت كونتراكت جولد هي الدفع مقابل توكنات جولد سبليت المسلمة إلى محفظتك في تطبيق سمارت وولت. لا تنسى تفعيل محفظتك لإجراء المعاملات باستخدام توكنات جولد سبليت. للتفعيل يكفي فقط تحويل 1/10 سمارت إلى محفظتك. نذكرك أيضا أن كون سمارت تستخدم كعمولة في جميع المعاملات مع ألتيما، ومن أجل إجراء المعاملات يجب أن تمتلك ما لا يقل عن 5500 سمارت في محفظتك الخاصة. إذن هيا بنا نبدأ بالعملية. حسنا، لسحب توكنات جولد سبليت افتح لوحة التحكم على موقع ديفيو. في أعلى اليسار سترى أداة Available Gold Split توضح لك رصيدك المتاح من توكنات جولد سبليت، وتحتوي هذه الأداة على زر Pay Out، فانقر هذا الزر لو سمحت. انتبه أن المصادقة الثنائية مطلوبة لسحب هذه التوكنات. في النافذة التي تفتح اختر رصيد جولد سبليت للسحب. ستفتح لك نافذة تحتاج فيها إلى إدخال عنوان المحفظة جولد سبليت، ويمكنك نسخه إلى سمارت وولت. أدخل العنوان المنسوخ وحدد عدد جولد سبليت المراد سحبه وانقر على زر ترانسفير. تفتح نافذة تحتاج فيها إلى إدخال كود المصادقة الثنائية. افتح تطبيق جوجل أوثنتيكيتر وادخل الكود الحالي في التطبيق في الحقل المناسب له. إذا نفذت الخطوات كلها بشكل صحيح ترى رسالة تفيد بأنه تم إنشاء طلب لسحب التوكنات، وستصل التوكنات قريبا إلى المحفظة التي حددتها. ستجد تاريخ المدفوعات في قسم Pay Out History. إذا واجهتك أي مشكلة أو استفسار يرجى التواصل مع الدعم، وسنكون سعداء بمساعدتك. تمنى لك التوفيق. شكرا لك، مع السلامة.